التصويت دلوقتي 3700 مصوت النسبة كالآتي: مؤمن زكريا 50%، رامي ربيعة 33%، هدف خالد قمر أخذ 17%. مستمرين لنهاية الحلقة في التصويت، والكباتن في الآخر هيقيمه. كابتن مصطفى، الأهلي والمقاولون العرب. النادي الأهلي رغم الظروف الصعبة هو اللي بيمر بيها، ولازم ابتدي بيه كابتن مدحت، لكن يملك اقوى هجوم واقوى دفاع. ده بيؤكد ضعف الانديه الاخرى. ولكن رغم للاول مره منذ سنين طويله النادي الاهلي بيخسر 4 مباريات في الدوري العام حتى الان. النادي الاهلي صحيح بيكسب، لكن مش هو النادي الاهلي اللي احنا نعرفه ولا الكره بتاعته. وزي ما قلت انا قبل كده كتير، النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا، اعتزال نجوم كبار لهم تقولهم، كل واحد فيهم يعمل فرقه، واصابه متعب على راسهم ابو تريكا وبركات زي ما قلت قبل كده. لكن النادي الاهلي نادي بطولات، لازم نعترف بكده بصرف النظر عن انا مين اللي بيتكلم على الموضوع ده. لكن يمكن كان في حلقة مع حازم إمام امبارح، وبنقول له كل سنة وانت طيب، عيد ميلاده، وبنشكر المخرج الكبير بتاعنا محمد نصر ان احنا احتفلنا بيه طبعا. فبنقول لحازم مرة تانية: حزومة، كل سنة حبيبي وانت طيب. تم كم سنة؟ 39 سنة. بالمشروب بكله بقى. بالمشروب، بالهدوء، بكل حاجة. لو بقى مكسوف، عاملين له اغنية امبارح بقى مكسوف، يعني بني ادم جميل. لا، كل سنة يعني. هو طيب. لكن الاهلي هينافس على البطولة بقوة. لكن هو الاهلي فاضل له 4 ماتشات: فاضل له المحلة، فاضل له الاتحاد، فاضل له الجونة، فاضل له المقص. لكن احنا قولهم تاني يا كابتن. الاهلي فاضل له المحلة والاتحاد والجونة والمقص. المحلة والاتحاد على ملعب المحلة والاتحاد، ماتشين بره وماتشين جوه. ولا ثلاثة بره وواحد جوه. مقصة بره. لكن الاهلي نادي بطولات، واحنا تعودنا النادي الاهلي لو ركب الجدول يبقى خلاص مفيش نزول تاني. لكن انا شايف ان السنة دي افرز لعيبة صغيرين زي نادي الزمالك بالظبط. اتمنى في هوجة الشراء دول الناس دي تستمر. جميل. لو اتكلمنا على المقاول العرب، المقاول العرب عمل موسم من اقوى المواسم، ولاول مره في تاريخ المقاول العرب من كابتن حسن في صفته، انا وانت من معجبين بهذا النادي طول عمرنا، انه كان بينافس على الهبوط، قعد مرتين يا كابتن مدحت بقرار من اتحاد الكره. لكن المقاول العرب السنه دي بينافس على البطوله، قعد حوالي 7-8-9 أسابيع مش فاكر كام على قمه الجدول. فبالتالي نادي المقاول العرب برضو بقول الزميل والصديق العزيز رضوان، محمد رضوان، لازم يعرف فين الخلل اللي حصل، ان هو بعد ما كان في الاول اكثر من مرة كان في المركز الاولاني بقى في المركز الرابع. لكن الكابتن رضوان بيعمل ماتشات، عنده جرأة باستثناء الماتش الاهلي والمقاولين اللي فات. طب هل عنده فرصة يا كابتن مصطفى؟ يعني بص للجدول مرة تانية، المقاولين 15 مباراة 23 نقطة، هل عنده فرصة اقتحام المركز الاول او الثاني الاول؟ طبعا الاهلي 29 نقطه، سموحه الثاني 29، بس سموحه له مباراه. خلينا كابتن عشان نقول ليه ولا ملوش، لازم نشوف الماتشات اللي ليه. عنده الجونه في الجونه، عنده المقصه في ملعبه، عنده الانتاج الحربي مش بتاعه، عنده الداخليه بتاعه، يعني عنده 3-4 ماتشات في القاهره. هل الكابتن رضوان عنده العزيمه هو ولاعيبته ان ينافس؟ عنده سموحه في اسكندريه، سموحه في اسكندريه، او سموحه الاخراني في اسكندريه، ما شفتوش يا كابتن؟ يعني 1-2-3-4 عنده 15 بنط وهو 24، عنده فرصه كبيره جدا لو لعب على المكسب. لكن ان يلعب زي ماتش الاهلي اللي عايز اطلع بدرون والكلام ده مش هيكسب. لكن انا شايف المقاولين النهارده السنه دي عامل موسم كبير جدا، وده يحسب لمجلس الاداره وعلى راس المهندس شريف حبيب اللي خلى محمد صلاح والنني بقى حاله عند لعيبه النادي المقاولين، وادى دافع للعيبه الصغيرين اللي بيلعب بيها رضوان واللي بيدفع بيهم نادي المقاولين. عندهم واحد بس للاسف مش فاكر ايه، مواليد 95، زي بالظبط نادي الزمالك وزي النادي الاهلي، بيلعب على عنده محمد فاروق، عنده محمد سالم، افضل اثنين تقريبا. انا اتمنى والمهندس شريف حبيب متابعنا على طول، ان الناس دي ما تمشيش غير على بره مصر. هو في زي ما عودنا، هو في حاجة يا كابتن بالنسبة لفرقة المقاولين العرب، كل نتائجه السيئة كانت مع فرق صغيرة، كانت مع الانتاج الحربي، هي دي اللي فرقت مع الداخلية، مع البتاع. فهو السؤال
هل اللعيبة لما بيلعبوا مع فرق هم حاسين ان ما عندهمش نفس الشغل الاعلامي نفس الاسم الكبير زي الاهلي مثلا او انبي او كده، اللعيبة نفسها بيبقى حماسها ودوافعها ما بتبقاش عاليه؟ ده سؤال، ده سؤال مهم، ده سؤال يملك اللي يجاوب عليه الكابتن رادون. اذا كان هم دوافعهم قدام الفرق الصغيره اللي المفروض هم اعلى منهم بكل الامكانيات اللي عندهم وبكل نوعيات اللعيبه اللي عندهم، ما بيبقاش عندهم الدوافع الكبيره، يبقى في مشكله في خلق سمات اراديه عند لعيب المقاولين انه يقدر يكسب دول علشان يقدر ينافس. لان حضرتك بتتكلم فرقه بتكسب النادي الاهلي 2-1 وبعدين بعد كده تكتشف بيتعادل مع الانتاج الحربي 1-1 اللي ما كانش اساس الانتاج عامل نتائج لا كويسه. بس خليك يا استاذ محمد، ان اللعيبه اللي بتلعب ضد الاهلي بتبذل اقصى جهد، وزي ما قلت قبل كده ان اللعيبه بتبقى مستنفذه يعني قواها، ان بيقدم اكتر من طاقته كمان. انا ما هو ده اللي انا بقوله، يبقى انت لازم تنقل القوه دي والاعداد النفسي ده. السمات ده ليا راي مختلف، ويمكن انا قلته قبل كده كابتن مدحت، طبعا بعد اذن الكابتن مصطفى واستاذ محمد. لعيب المقاولين عليها ضغط يا كابتن مصطفى، عليها ضغط، لعيب المقاولين عليها ضغط بعد احتراف النني بالزبط. محمد صلاح بالظبط بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده، ويا ريت لعيبه مصر او اغلب لعيبه مصر تبقى في الوضع ده. فهم عليهم ضغط. ايه هو الضغط؟ الضغط ان هم عاوزين يقدموا كل ما عندهم عشان يبقى لهم سوق تسويقي، واخد بالك؟ وبالتالي الضغط ده يبقى جاي عليهم بالسلب، بالسلب جاي عليهم بالايجاب. يعني بس هم ابو علي اول مره بعد سنين طويله ابو علي يلعبوا هي في مشكله نفسيه، مشكله اعداد نفسيه. انا بقول لحضرتك مشكله، لا انا ما قلتش فنيه، انا بكمل كلام حضرتك. مشكله اعداد، ويمكن انا قلت رايي اللي انا بتكلم فيها كابتن، لو كيفيه اللي انت تقدر تقدم نفسيا ومعنويا وتعلي السمات الاراديه بتاعتهم، ان هم يلعبوا قدام، لان هو الفرق اللي واقع قدامها. يعني انت بتتكلم الداخليه تعادل، وهو افضل من الداخليه بكل المقاييس، بتتكلم تعادل حتى مع المقاصه في وقت المقاصه ما كانتش بتكسب حد، تعادل مع الرجاء، تعادل مع الفرق اللي بتنزل مع كلها، مع الفرق الصغيره، لكن كسب فرقه زي انبي مثلا. كويس، يبقى انت بتتكلم مش في حالتها يا استاذ محمد. بس برضه انبي، يعني انبي عندها نوعيات لعيبه عاليه، يعني انت ما زلت لحد الان بتتكلم على فرقه ممكن ما تكونش موفقه، لكن عندها نوعيات لعيبه كويسه. طيب اخد منك يا استاذ محمد، لا بس انا عايز اضيف بعد اذنك يا كابتن مدحت حاجه مهمه جدا. الفتره اللي كان الاهلي وحش فيها الفتره كانت بتاعه الانتخابات، لان اللعيبه كانت مشتته، جهاز فني مشتت، إدارة مشتتة، الناس اللي جاية دي لو نجحت هيقعدونا مش هيقعدونا. لكن الجلسة بتاعت المهندس محمود طاهر، وأعتقد طاهر الشيخ أو حد مجلس إدارة، لما قعد مع اللعيبة ومع الجهاز الفني والإداري طمنهم إن كنتوا موجودين لآخر السنة، العملية بقت فيها أريحية بالنسبة للعيبة، أدوا بهذا الشكل. ده أدي ماتش المقاولون قدامنا، وانا شايف، انا بعتب على محمد رضوان في هذه المباراه بالذات جون عالمي، جون رامي، يعني جون عالمي، يعني هايل يا نصر. طيب خلينا نقول يعني انه زي ما الكابتن مصطفى قال، كابتن حسن، انه المقاولين الاهلي والزمالك بعد الانتخابات، الزمالك فاق وكسب 3 مباريات ورا بعض، وايضا الاهلي فاق وكسب 3 مباريات ورا بعض. لكن سؤالي الاخير يا كابتن حسن، هل الدقيقه 89 دي هتنفع النادي الاهلي بعد كده ان هو ما يقدرش يسجل مبكرا، لان النقاط اللي هتروح قد تفقده احد المركزين الاول او الثاني؟ واحنا كلمنا كابتن مدحت في الماتش بتاع الاهلي والمقاولين، وقلنا الاهلي الشوط الثاني محاصر المقاولين حصار فظيع جامد قوي. نعم، واهداف كتيره ضاعت، وخاصه من احمد رؤوف. احمد رؤوف في كورتين، كره عملها بدماغه جت في العارضه ورجعت له تاني حطها جنب القايم، وكره تانيه يعتبر انفرد بيها وحطها برده جنب القايم الايمن لحارس المرمى. فاذا النهارده النادي الاهلي لما يبقى الشوط الثاني بالشكل ده وكويس بالشكل ده، ولقينا مع تغييرات محمد يوسف كمان لازم نشهد له، مع التغيير بتاع محمد يوسف ان هو بيشد موسى ايدان اللي كان قافل تماما على شديد قناوي، وبدا ربيعه يديله الحريه في الانطلاق مع فتحي، فبقى في شغل من الجانبين، وبعدين شال اللعيب. يعني يمكن انا شرحت الحته دي انه كان بيلعب بمانجا قدام الاثنين المساكين عشان يامن الناحيه الدفاعيه، فلقى ان مفيش حد غير فضل، وفضل كان في حاله مش جيده. فراح يعمل ايه؟ فراح مزود، واحنا قلنا راح مزود مهاجم اللي هو سيد حمدي، وشايل مانجا، فبقى الشغل من الجنبين وشغل من العمق، وبناء عليه احنا شفنا الجون الحلو ده بتاع رامي ربيعه بعد اهداف كتيره او هدفين ثلاثه للنادي الاهلي
ضاعوا بشكل غريب جدا. فاذا النهارده طالما النادي الاهلي الشوط الثاني كويس، نادي الزمالك الشوط الثاني كويس كسبان واحد، ووفق في الاحراز، ووفق في الاحراز وبدنيا خلاص راكب الفرقه اللي قدامه، ده يعتبر حاجه جديده. خلينا نقول عشان الوقت بس عشان نلحق في ثانيه اضيف ان الاستقرار في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه اعلى. يعني بتتكلم ازمات لعيبه الماليه بدات تتحل، هم واخدين 13 مليون النهارده من الاهرام وشرحوا الزمالك. جميل. انا عايز بس اقول لحضراتكم ان شاء الله احنا طبعا عملنا القراءه الحديثه المباراه القادمه للاهلي عشان هيلعب الحد ان شاء الله باذن الله، هنجيب الزمالك ونادي جيت لو تفتكروا علشان مباراته برضو بإذن الله في دوري رابطة الأبطال الإفريقي. نذهب مباشرة إلى لقاءات ما بعد المباراة. فوز 3 نقط غاليين، ودايما بنقول المكسب بيجيب مكسب والفوز بيجيب فوز. الحمد لله طبعا، يعني مهم جدا كان فوز النهارده ومطلوب في المرحله اللي احنا فيها عشان الدوري. يعني احنا كنا واخدينها خطوه خطوه ومباراه مباراه، كان يهمنا ان احنا نعديها بشكل كويس. يعني يكفي ان انت تقول ان المباراه ما بين الثاني والثالث ما بين 26 نقطه و23 نقطه عشان تعرف اهميتها. زيد على كده انها مع جهاز فني على مستوى عالي، كابتن محمد رضوان وجهازه، اللعيبه اصحاب امكانيات وقدرات على مستوى عالي جدا. يعني عندنا اصابات وعندنا غيابات وعندنا ايقافات، فبالتاكيد كانت مباراه صعبه، لكن روح اللي ادى بها اللعيبه المباراه كانت مهمه قوي. الهويه والشخصيه اللي فرضها اللعيبه كانت مهمه جدا، بشكرهم عليها. يعني خلينا نقول من بكره ان شاء الله نقفل الصفحه ونبدا نحاول نعد اللعيبه بشكل نفسي بشكل كويس لمباراه الدفاع الحسن المغربي، ونحاول نعمل لهم دوافع باذن الله لخوض المباراه الاولى رغم الايقافات اللي عندنا، لكن هم مباراتين مرتبطين ببعض. يا رب نحقق نتيجه ايجابيه تساعدنا في المباراه الثانيه باذن الله. مباراه في الدفاع الجوي ان شاء الله. موضوع الجماهير اخباره يا كابتن؟ اتمنى يا رب ان يبقى في جمهور. قد ايه ايجابي بالنسبه لنا، قد ايه مهم جدا بالنسبه لنا، قد ايه حافز بالنسبه لنا. يا رب باذن الله يتغير في الامور امور ويحصل تواجد جمهوري، لكن احنا بنتعامل بعرض الواقع لحد دلوقتي وهنلعب في الدفاع الجوي، ويا رب باذن الله يبقى اداء كويس ونتيجه كويسه باذن الله. الحمد لله مكاسب كبيره النهارده، يعني فوز على فرقه بتنافسك، بتوسع الفرق بينك وبينها، بتعتلي الصداره، غايبين عنها من بداية الدوري. إن شاء الله نكمل كده الفترة الجاية، خلاص نخش في خضم المنافسة على الدوري إن شاء الله، نوصل مربع ذهبي وتنافس بشكل كويس رغم الغيابات والإصابات، إنما الحمد لله كل اللاعبين النهاردة كان عنده حسن الظن، والحمد لله ربنا وفق في اللي جاي إن شاء الله. عايز أقول توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت مجهود اللعيبه. زي ما انت قلت النهارده المباراه يمكن طلعتنا اول دوري او اول الجدول. مباراه كانت مهمه جدا للمقاولين، كان ورانا بثلاث نقاط ويهمه ان هو يعني يعود تاني للمركز الثاني. فكانت مباراه عصيبه، في نفس الوقت احنا لعبنا المباراه بشكل كان فيه تركيز من الاول، وقدرنا ان احنا نوقف منطقه البناء الهجمات بتاعه المقاولين العرب على اساس ان احنا نوقف خطوره الثلاثي الامامي. الشوط الثاني قدرنا ان احنا نبقى تلوح لنا اكتر من فرصه لرؤوف وسيد حمدي وموسى، يعني جت لنا اكتر من فرصه. الحمد لله وفقنا في هدف قدر ان هو يحقق الثلاث نقاط بتوع المباراه. الحمد لله، ما انا بقول لك في 4 لعيبه ما بين 2 ايقاف و2 اصابات، لكن الحمد لله اللي قدوا النهارده قدوا بشكل كويس جدا. انا بشكر اللعيبه كلها كل المباراه. الدفاع عايز اقول لك ان احنا بنلعب كل 4 ايام مباراه، فبالتالي اتفرجنا على فريق الدفاع، فريق جيد جدا، نبدا طبعا نركز له بقى من بكره على طول على اساس ان احنا نشوف ايه الشكل اللي هنلعب بيه، ايه الترتيب او التصور اللي هنلعب بيه ان شاء الله المباراه القادمه. مباراه مهمه جدا على ملعبنا الاول، فلابد ان شاء الله نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. النهارده يعني اشتغلنا الاربع ايام اللي فاتوا، اتفرجنا على اخر مباراتين، وصلنا يعني كل معلومه لاولادنا، ولكن النهارده يعني استضيفهم برضو سوء توفيق، وكان في لعيبه مش في يعني في حالتها. النهارده بالعكس انت بتلعب بمثلث هجومي، يعني من ضمن هدافين الفريق، ولكن النهارده يمكن محمد فضل اشتغل بشكل جيد، يمكن محمد رزق لغايه لما اتغير كان طالع للاصابه برضو، ومع ذلك نزلنا يعني عشان ندعم الناحيه الهجوميه محمد سالم هداف الفريق، وحتى كمان التغيير الثاني كان اضطراري، الزهران مكان خلف، والتغيير الثالث يعني الورقه الهجوميه الاخيره علي عفيفي. يمكن فاروق فرق معانا النهارده بشكل كان واضح، مش في مستواه تماما. يعني النهارده
كان عليا على عكس العاده. يعني هو ميزه وميزته ان بيلعب لقدام، النهارده كان بيلعب دايما لورا ما اعرفش ليه. انما بنقول دي هي كره القدم. النهارده ما كانش موفق، كان موفق في مباريات كتيره جدا وكسبنا مباريات كتيره جدا. في هنقفل ان شاء الله مباراه اليوم وهنشوف اذا كان في ايجابيات وسلبيات هنشغل عليها، لان اللي جاي هو بالنسبه لنا الاهم. كويس عاشور، كويس